ما تنساش تسخن. ها النهاردة هنتكلم عن تمرين من أرخم التمارين بتاعت الظهر، تجديف بالبار أو سحب بالبار، أيا كان لها أسماء كتير. طبعا التمرين ده من أرخم التمارين لأي حد مبتدئ، بالذات في الوقفة بتاعته أو حتى في الأداء بتاعه. فتعالوا بينا نشوف الأخطاء بتاعت التمرين ده وإزاي نتمرنه صح بالأداء الصح. ما تنساش تصلي على النبي.